citizens, and all the peace-loving nations embraced by the United Arab Emirates under his astute leadership. With a touch of tender gratitude to our development leader, and in order to nurture the development of human beings and to substantiate the Japanese culture, this invitation is for all to express the best of the طبعا. في البداية أنا أشكر القائمين على العمل في الوثيقة، ويمكن اليوم كنا في بالنسبة للمدرسة كان حدث كبير جدا بالنسبة لنا وللطلاب. طبعا هذا اليوم يمكن أصل معنى الولاء ومعنى الانتماء إلى هذا الوطن المعطاء، وأعتقد أن تأثير هذا اليوم بيكون لتأثير قوي بالنسبة للطلاب لانتمائهم للدولة ولكيفية العطاء ورد الجميل بالنسبة للحكومة الموقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيالي انتو، أسألكم سؤال، شو معنى الولاء؟ منو بيجاوبني؟ جاوب. حب الوطن والدفاع عنه. ممتاز. في حد بيجاوب بعد؟ ما حد؟ انزين، اليوم بعطيكم معلومة بسيطة بس. تفضل. طاعة. بارك الله فيك. الولاء، بعطيكم معلومة يا شباب، اوكي؟ خلوكم وياي بس. الولاء هو اني انا احب شيء واتقرب اليه. انا احب شيء واتقرب اليه. من يحب الشيخ خليفة؟ كلنا؟ الشيخ محمد بن راشد، الشيخ محمد بن زايد، الشيخ سلطان القاسمي، الشيخ سعود القاسمي، نحب حكامنا كلهم. هذا هو حبكم يا شباب، هو اسمه الولاء، صح؟ اللي يتكلم ما بنكلمه، تمام؟ اوكي. اللي يسمع بنسمعه. زين، نحن حبنا لشيوخنا ولحكامنا ولاماراتنا، اذا نحب شو لازم نعطي؟ انتم المفروض شو تعطون؟ انتم تحبون شيوخكم، صح؟ فشو لازم تعطون؟ تعطون اول شيء تشكرون حكامكم، والشكر يكون كذلك بالعطاء. تنجحون، تكونون مطيعين لوالدينكم، تكونون متحدين، وتكونون أصدقاء أقوياء مثل اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة. 7 إمارات اتحدت، صح؟ واستوت 7 إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة، فأنتوا لازم تكونون متحدين كذلك على أساس تكونوا مباشر إن شاء الله قوة، وتكونوا انتم ماسكين هالبلد هذه. اللي بيكون دكتور، واللي بيكون مدرس، واللي بيكون مهندس، واللي بيكون طيار. منو يحب يكون طيار؟ الله اكبر، كلكم تبون تطيرون؟
إذا منو يحب يكون دكتور؟ ما شاء الله عليكم. إنزين، دام إنكم أنتم بتكونون دكاترة ومهندسين وبتكونون طيارين وبتكونون في الجيش وبتكونون في، معناته لازم ندرس ننجح وكل يوم ننجح، صح؟ إنزين، نحن الله سبحانه وتعالى شباب، الله سبحانه وتعالى قالنا في القرآن الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، شو يسوون هاي المفروض؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن ليش ربنا ما قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي خلقهم أو خلقكم؟ ما بخلقنا ربنا عز وجل؟ خلقنا ولا ما خلقنا؟ ليش ما قال ربنا أنا خلقتكم وعبدوني؟ قال ربنا عز وجل الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، يعني ربنا عز وجل يرسي يقولنا أني أنا يا عبدي اللي خلقتك ما زلت قاعد أعطيك لأني أنا قاعد أعطيك اعبدني، أعطيك الطعام والمأمن، صح ولا لا يا شباب؟ فربنا اللي خلقنا يوم هو يعطينا، عشان هو يعطينا نحن قاعدين نعبد ربنا عز وجل اللي هو خلقنا، اللي هو واجب علينا عبادة الله سبحانه وتعالى. فأنتوا كذلك لازم كذلك شو تسوون بعطائكم لبلدكم لحكامكم؟ عطاكم بيكون بالحب، بالشكر، تشكرون منو؟ تشكرون الوالد، الوالدة، تشكرون أختكم العودة، تشكرون أخوكم العود، عمكم، تشكرون مدرسينكم. لازم نتحد وننجح ونشكر، ودائما نشكر الشكر، لأني أنا بعد جاي بقول لكم شكرا على دعوتكم لي في مدرستكم، وشكرا أنكم أنتوا سمعتوا الكلمتين اللي كنت أبغى أقولها لكم من قلبي. فأنتوا كلكم أصبحتوا الحين إخواني وأصدقائي، ولازم نحن نشكر. والوثيقة، وثيقة الولاء، هي عبارة عن شو؟ عبارة عن نحن نقول شكرا يا سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه، وشكرا يا نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله ورعاه، وشكرا كل حكام أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وكذلك الشكر كذلك لأولياء العهود الشيخ محمد بن زايد والشيخ فزاع، صح، وكل أولياء العهود. لا بد منا
جميعا نشكر، نشكر الله كما ذكرت، ونشكر اولياء الامر لهذا العطاء المستمر. فالولاء يكون بالحب كما ذكرت لكم، والطاعه والعطاء المستمر للمال والنفس والنجس. شكرا جميعا. ونحن فخورين بهذه الوثيقة التي تعبر عن ولائنا وانتمائنا لدولة الإمارات التي أصبحت رائدة العالم كله في السلام وفي المحبة والأمان. يسرنا أن نعبر عن عميق انتمائنا لهذه الأرض الطيبة المباركة، وأن نعبر عن شديد ولائنا للقيادة الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد. هذه القيادة الحكيمة التي تقدم كل ما في وسعها لرفعة الوطن وعزة المواطن وكرامته. أشهد طالب مثلكم ترى، كنا كنا طلاب مثلكم، كانت عندنا أحلام، كانوا وياي إخواني، كانوا وياي معي ترى في المدرسة، مع إني شايل مسلم إلى جنب حجة النصارى. خرجوا من نوادينا اللي هم سفير، دكتور، دارسين، لاعبين كرة. شفتوا لاعبين الكرة كيف صاروا؟ اشتهروا، وحدوا نفسهم، وحدوا نفسهم، توحدوا مع بعض، وكلهم زخوا نفسهم، سموا بسم الله، تعاونوا، اتحدوا. دولة الإمارات 7 اتحدت، لاعبين اتحدوا مع بعض، قاموا مثل ما تقول منظمين في كل عملية، وحصلوا على كأس الخليج. وكلكم شفتوا الموضوع هذا. يوم تتخرجون تروحون الجامعة، جامعة الإمارات، ما تشوفون إلا من سجيرة، إلا من مدنين، إلا من راس الخيمة، إلا من غنمين، من القضبي، كلكم تتوحدون. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن مدرسين شافعي نعبر عن ولائنا وحبنا للقائد خليفة، وسوف نزرع في قلوب أطلابنا ونفوسهم جميعا حب الوطن وحب القائد، لأن هذا الوطن غالي والكل عليه أن يحبه ويحترمه ويقدره. نشكر الوثيقة على هذه المبادرة الطيبة التي تعبر عن حب القائد وحب الوطن. كلنا خليفة، عبارة رددها وقالها الجميع فانتشرت حتى أصبح الجميع يرددها ويقول كلنا خليفة، وجاءت والوثيقة فأصبح الجميع ينتمي إلى هذه الأرض الطيبة.